حسين السوسي رئيس المؤتمر العالمي لريادة الأعمال والإبداع والابتكار التدبيري. اليوم كنضموا بشراكة مع مجلس الجهات الداخلة والذهب والمركز الوطني للبحث العلمي والمدرسة ESCPO بيزنس سكول فرنسا هذا المؤتمر العالمي حول ريادة الأعمال والتجديد والابتكار. هذا الموضوع اللي هو مهم جدا خصوصا في هذا المرحلة ديال ما بعد جائحة كورونا، وغادي يعاوننا بزاف إلى شجعنا الابتكار وشجعنا الشباب وأيضا النساء باش يدخلوا في مشاريع صغيرة، مشاريع اللي هي في ريادة الأعمال في جميع القطاعات باش نحاولوا نخرجوا من هذه الجائحة كما كيسميو في الفرنسية لو نوفو نورمال. دونك حنا داخلين دابا في واحد المرحلة اللي هي صعيبة شوية حقاش من بعد عامين ديال الجائحة، ولا بالدخ خصنا نستغلوا هاد الإبداع ديال الشباب وديال النساء اللي ما كيشاركوش في الاقتصاد، ولا وكيفاش هاد الاقتصاد ديال ريادة الأعمال غادي يعاونهم باش يكون عندهم دور في هاد الاقتصاد ديال الوطني، وأيضا في الاقتصاد ديال الجهة وديال المناطق الجنوبية إن شاء الله. محمد أستاذ تعليم عالي جامعة منار، ودخلت اليوم أولا قبل كل شيء يجب أن أشكر الأستاذ العزيز مدير لونسجي الدخلة، كذلك رئيس جامعة ابن جهر على الاستضافة وعلى قبول دونك في إعطاء مداخلة في هذا اليوم حول المبادرة في الأزمة الصحية في الأزمة الصحية الحالية. ودخلت اليوم ترتكز خاصة الكومبورتمون دي ستارت ابر dans un environnement turbulent en période de crise sanitaire donc crise covid 19. بطبيعة الحال المداخلة هذه أن لي ستارت ابر يعيشون في الوقت الحاضر دونك أزمات مالية، أزمات في التصرف، أزمات في التسويق نتيجة لهذه الأزمة الصحية التي أدخلت اضطرابات في عدة مؤسسات ليس في فقط في المغرب أو في تونس أو في دول المغرب العربي، كذلك على نطاق دولي. ولهذا يجب أن نستخلص العبر ونقوم بوجود حلول قيمة، ويقوم أن هناك تحويل كلي في التصرف من التصرف التقليدي إلى التصرف الرقمي، من التمويل التقليدي إلى التمويل الرقمي، كذلك وجود تقنيات مالية جديدة لإعطاء دفع جديد لستارت ابر دونك بور سي ديفلوبي اسونسيلمون الدخله. وتعرفوا الدخله هي مدينه جديده كلها دونك صناعات، ويجب تفكير جيدا في تشجيع لستارت ابر لتطوير هذه المدينه على مدى قصير متوسط وطويل. تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.